احنا عملنا بحث كده مؤقت، لقينا انه في مكان هنا بروميسنج، مكان واعد الى حد ما. المهم ان احنا بدانا في حفائر بتاعتنا في شهر في شهر اكتوبر في 13، وبالفعل تم العثور على هذه المقبره اللي كان شرح تفاصيلها معالي الوزير. هل هي حته بالدي اللي هي من 1909 الاثار اللي طلعت والموجوده في متحف برلين منها؟ انا هقول لا، انا هقول المقبره دي كانت فعلا لهذه السيده اللي نالت مكانه كبيره جدا عند الملك في الوقت ده، فهو سمح لها بعد ما عملت المقبره انها تعمل مقبره تانية. هنا المقبره معموله الى حد ما من الكلي، من طوب لبن، وواخده ملاط. انما المقبره الثانيه بتاعتها اللي لم يتم الكشف عنها بعد هي موجوده في مكان ما هنا، ولكن الاثار اللي طلعت منها اثار حجريه، زي ما قال مع الوزير ان الشغل ما توقفش، الشغل هيستمر، والمنطقه هنا هتسفر عن حاجات كتيره جدا في الفتره القادمه ان شاء الله. دي صاحبه المقبره السيده حبت جالسه على كنبه عريضه وقدامها القبعه ريخة نسوت المعروفة لدى الملك نبت إماخ صاحبة التبجيل. ده منظر الفرقة الموسيقية وخلفهم قرد بيسقف. المنظر ده ما ظهرش إلا مرة واحدة بس في مقبرة في سقارة لنبيل يدعى كاعبر.